أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل غسل الرأس بماء زمزم يذهب الذل؟ يذهب الذل. ماء زمزم ماء مبارك بلا شك، وهو لما شرب له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ماء مبارك وماء طيب، وهو حسب نية الشارب له، إذا شربه للشفاء من مرض فإنه سبب للشفاء بإذن الله، إذا شربه لينال به طلب العلم وطهارة القلب، ينال به طهارة القلب فإن الله يطهر قلبه به، فهو ماء طيب وماء مبارك. أما أنه يذهب الذل، ما أدري ايش الذل هذا. الذل يذهبه تقوى الله سبحانه وتعالى، يذهبه تقوى الله والعمل بطاعته. والله جل وعلا يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الذل يذهب بالإيمان والعمل الصالح، تمسك بدين الله عز وجل. نعم.